صلى عليه الله قديما كذلك صلى عليه الملائكة في السماء سلامي على بدر أتم فسلما وأخفى شعاع الشمس لما تبسما ولما مشى في ظلمة الليل فانجلى أنار به من كان في الكون مظلما سألت الرق التي آمنت به فقالت مليح في البرايا معظما فقلت لها أين داره قالت بعد أرض البقيع وزمزما فقلت لها قصدي أزورها قالت سافر لطيبة والحمى فقلت لها ما صفاته قالت يفوق البدر في كبد السماء فقلت لها ما اسمه قالت محمدا شفيعا لمن صلى عليه وسلم اللهم صلاة وسلاما دائمين متنازمين عليك سيدي يا رسول الله أيها السادة نحييكم في هذه الليلة القرآنية الكبرى والتي نكرم فيها فقيه العلوم عائلات أبو خليل الأكرمين أهل الكرم والوادي الفقيد الراحل الذي عاش في معية القرآن الكريم وعاش في معية العلم والعلماء عاش الحياة بحلوها ومرها وصبر على مرضه كان نعم الزوج لزوجته ونعم الوالد لأبنائه ربا فأحسن التربية وشهد هنا الجميع له بالخير المرحوم الحاجي محمد الدسوقي خليل والد لواء أركان حرب السيد محمد خليل معالي الدكتور كريم محمد خليل علوم عائلات خليل وأنسابهم وأقاربهم شاكرين جميعا لكل القيادات الشعبية القيادات التنفيذية والسياسية أعضاء مجلس النواب وعمد ومشايخ القرى المجاورة وكما تعودنا من هذه العائلة المبيرة تستضيف لنا أوائل قراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي فقد استضفنا لحضراتكم قارئ الملوك والرؤساء قارئ رئاسة الجمهورية وقارئ عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قبيلة العلم القرآني الإذاعي الكبير الدكتور عبد الناصر حرف ملك المقامات ومحرك القلوب وقربان الفجر والجمعة وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي شرفت أيضا بقروات شباب محافظة الغربية صاحب الأداء المتميز يقد الأداء وروع التلاوة قبيلة العلم القرآني الكبير الشيخ محمد عمير شاكر للهندسة الصوتية والشركة الكهربائية الكبرى إدارة المهندس حامد أبو حداد مؤسسة أولاد أبو سلام العالمية الكبرى لأشغال أعمال مقاولي الفراشة قصر الضيافة المنظم والمرتب تحت إدارة أولاد سلام إدارة المعلم ربيع سلام معلم محمد سلام المقيمين بشبرا نبقى مع هذه التلاوة وقارئ الملوك والرؤساء وقارئ رئاسة الجمهورية وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي قضية القارئ الدكتور عبد الناصر حرب فني تفضل مشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس
ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم مرحبا مرحبا سيدي خلاص كده تمام شكرا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة
عادي. مستعجل على رجلك. مستعجل عايز جوان. والله مستعجل. الله يرضى عليك. عايز جوان يا شيخ حافظ. عليك يا دكتور. كل نفس ذائقة الموت. فقط عليك يا دكتور. الله أكبر. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن لتبلون في أموالكم
أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء فبئس ما يشترون فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله الله.
لأولي الألباب الذين يذكرون السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وعلى والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك صل على سيدنا النبي عليك يا دكتور ما شاء الله حاضر يا دكتور عايزين يذكرون الله في يومنا عليك يا سيدي حاضر حاضر تبعد عني بس عليك يا سيدي
بقى. حاط محمد ايه سبحانك 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 فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. سبحان القادر على ما شاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات الله 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 عليك الله اكبر سبحانك 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 فقنا عذاب
يا رب انك نعذب النار. ابعت ربانية دي مدرسة عليك يا دكتور. ان شاء الله يا دكتور. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. الله الله كده شروم يا رب. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. صلى عليه صلى على الحبيب ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على سيدنا النبي. الله يرضى عليك ويزيدك من نعم الله يا دكتور. حاضر حاضر علي عليك. صلى الله ربنا إننا سمعنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. الله الله صلوا على الحبيب ما شاء الله. سمعنا فآمنوا بربكم فآمنوا.
آمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. عليك يا ملك المقامات. ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. سمعنا بكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يا رب يا رب عليك يا دكتور. هنا الله يفتح عليك ما شاء الله. يا دكتور ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تصلح حالك. سيتقب الله منكم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا. وتوفنا مع الأبرار.
وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عبد الله بقى يا واد ايه الله يهديك بقى اهو بس خلاص انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار
الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض كروان اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وقارئ الملوك ورؤساء وقارئ
الفاسد الجمهوري، وقرع عزاء الراحل الرئيس محمد حسني مبارك ملك المقامات ومحرك القلوب فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم.